بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الـ temperature والـ zero law of thermodynamics. zero's law of thermodynamics. فالـ temperature هي درجة الحرارة. احنا بنحس بالدنيا حر أو برد بحاجة بنقيسها اسمها درجة الحرارة. وبنتكلم على درجة الحرارة بشكل عادي في حياتنا يعني، ففاهمين يعني إيه درجة حرارة. الفكرة بقى إن لو أنا عندي جسم عنده درجة حرارة معينة، جسم عند درجة حرارة مثلا 150 درجة، وحطيته مع كونتاكت لامس جسم تاني درجة حرارته مثلا 20 درجة، وعملت له انسوليشن بحيث ان مفيش اي حرارة تفقد، وسبته فترة طويلة جدا، مع الوقت هيوصل ان التمبرتشر بتاع الجسمين درجة الحرارة هنا وهنا هتبقى زي بعض، فحسب طبعا الكميات وحسب حاجه اسمها هيت كاباسيتي. لكن مع الوقت ممكن درجه حراره الجسم ده والجسم ده توصل لدرجه حراره 60 وتبقى ثابته زي ما مرسوم هنا في الكتاب. فده معناها ان احنا وصلنا لحاله الايكوليبريم زي ما اتكلمنا قبل كده، ثيرمال ايكوليبريم. ثيرمال ايكوليبريم دي واحده من انواع الايكوليبريم الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب معناها ايه بقى؟ هنا ناخد حاجه اسمها زيروز لو اوف ثيرمودينامكس، القانون الصفري اللي هو في البدايه خالص. هو طبعا بالتاريخيا القانون الصفري ده اتعمل متاخر، لكن هو يعني لازم نبقى فاهمينه وناس فاهماه بالمنطق كده. بيقول لك بقى ان لو الجسم ده والجسم ده اتثيرمال ايكوليبريم مع بعض، وانا وصلت جسم ثالث والجسم الثالث ده ان كونتاكت مع الثاني ووصل برضه للثيرمال ايكوليبريم، فهنا في ثيرمال ايكوليبريم وهنا في ثيرمال ايكوليبريم، يبقى اذا الجسم الاولاني والجسم الثالث مع بعض برضو عند الثيرمال ايكوليبريم. فعجب المنطق كده، منطقيه يعني مفهومه يعني. لكن هم عملوها قانون. طبعا القانون ده بسيط ومفهوم، مش درجه اهميه القانون الاول والقانون الثاني اللي هم بيحكموا الثيرموداينامكس يعني. تمام. طب احنا بقى بنقيس التمبرشر ازاي؟ في بنعمل سكيل، تمبرشر سكيل. فعندنا التمبرشر سكيل معروف اللي هو كنا بنسميه الاول سنتيجريد او سلسيوس. سلسيوس ده اسم عالم سويدي اللي سموا السكيل ده عليه، اللي هو بدأه او فكر فيه في الاول. ده بيقول ايه؟ بيقول درجه حراره الفريزنج بتاع الميه هنخليها 0 ديجري، ودرجه حراره البويلنج بتاعه الميه نخليها 100 ديجري سنتيجريد. يبقى الفرق ما بينهم هنقسمه 100 حته، عشان كده كلمه سنتي جت منها، سنتيجريد جت من ان قسمنا الفرق ده 100 حته. فده نوع من انواع السكيلز اسمه تو بوينت سكيل. انت عندك نقطتين انت حددتهم، عملت تو ريفرنسز وبعدين قسمت ما بينهم 100 حته. وده مشهور وبنستخدم سلسيوس او سنتيجريد. في سكيل تاني بالفهرنهايت، ده على اسم عالم الماني او حد كان شغال في صناعه الترمومترز الثرموميترز. فهو كان بيعمل ايه؟ كان بيستخدم ميركوري، وحسب الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الميركوري عمل سيستم كده فيها درجه حراره الفرنهايت الزيرو بتاعت السنتيجريد اللي هي بيحصل عندها فريزنج بتكافئ 32 ديجري فرنهايت، والبويلنج بتاع الميه بيحصل عند 212 ديجري فرنهايت. فالفرنهايت سكيل ده بيستخدم بشكل كبير في امريكا لان ده تبع الانجلش سيستم. فالاثنين دول تو بوينت سكيلز، بس دول عيبهم ان هم ما لما بتقلل ما مش عارف تقف فين، ما تعرفش يعني في هنا بالنيجاتيف اقل من الزيرو في بالنيجاتيف. لكن احنا عايزين حاجه تبدا من الزيرو، فعايزين نبدا عند اقل درجه حراره. فاقل درجه حراره اللي هي بيسموها ابسولوت زيرو، الناس قاعده تفكر ازاي تعملها. ففي احد الطرق انك تتكلم على الايديال جاز وتعمل تجربة بسيطة، انك تجيب الكونستنت فوليوم، كونستنت فوليوم سيستم تحط فيه جاز، وبعدين تشوف البريشر بيتغير ازاي مع التمبرشر. تسخن، لما تسخن البريشر جوه بتزيد ما دام الفوليوم ثابت. فلو رسمت البي مع التي فالتمبرشر بيزيد البريشر بيزيد، ولو جبت جاز تاني وعملت نفس الكلام البريشر بيزيد والتمبرشر بيزيد. عند بادي من الزيرو ديجري سنتيجريد، لو انت عملت اكسترابوليشن ونزلت لتحت هتلاقي ان كل الخطوط بتاعت كل الجازز بتوصل لنقطه واحده اللي هي مش ممكن التمبرشر تقل عندها.
اللي عندها البريشر بتساوي زيرو، خلاص الجهاز لا بيتحرك ولا بيخبط ولا اي حاجه. فدي اللي هي حاله السكون التام، لما بيكونش في انرجي تكفي ان هو يبدا يعمل اي حاجه. فدي سموها الابسولوت زيرو، اللي هي اقل درجه حراره. وهم فعلا في المعامل قدروا يوصلوا قريب جدا من الابسولوت زيرو، يعني طبعا مش ممكن تنزل لتحتها. فالابسولوت زيرو دي عند ماينس 273.15 ديجري سنتيجريد. فده اسمه ايديال جاز تمبرشر سكيل. وقالوا بقى خلينا نبدا من الزيرو، ما نبداش من الزيرو دي، نبدا من الزيرو ابسولوت. فهنبدا، لو بدانا من هنا واستخدمنا نفس الوحده بتاعه الديجري سنتيجريد او ديجري سلسيوس، هيبقى ده اسمه كلفن، كلفن سكيل. فالتي ديجري التي كلفن، كلفن ما بنحطلوش ديجري، ده برضو من الاس اي سيستم اتفقنا ان الكلفن الفارنهايت والسلسيوس بنحط الديجري. التي كلفن هتساوي التي ديجري سنتيجريد بلس 273.15 كويس. ولو حابين نمشي باليونت بتاع الفارنهايت اللي هي اصغر شويه، هيبقى التي رانكن، ده اسم عالم تاني فاستخدم للسكيل بتاع الابسولوت بالانجلش يونتس، بيساوي تي ديجري فارنهايت بلس 459.7 كويس. فهما الاثنين دول بيبداوا من نفس النقطه، بس اليونت بتاع الكلفن اكبر لان قد اليونت بتاعت السلسيوس اكبر من اليونت بتاع الفارنهايت او اليونت بتاع الرانكن، اليونت الواحد تمام. فانا ممكن اقول ان 1 زي ما مكتوبه هنا كده في ال ان ال 1 ديجري رانكن، 1 ديجري او 1 رانكن تمبرشر رانكن، ده اصغر قوي من الكلفن. فبالتالي ممكن تقول لو عايز تحول فتضرب 1.8 في الكلفن. فانت لو قلت مثلا عندي تمبرشر 15 كلفن فعايز تحولها للرانكن، فهتقول 1.8 تايمز 15 عشان تديك رانكن، لان عدد اليونتس بتاعت الرانكن هتحتاج تبقى اكتر من عدد اليونتس بتاعت الكلفن، لان الرانكن صغيره، اليونت بتاعتها صغيره. وهنا في الكتاب هو باين ازاي تحول، دول المعادلتين اللي انا كتبتهم. ولو انت عايز تحول من رانكن لكلفن او من كلفن لرانكن من هنا، عايز تحول من سنتيجريد لفرنهايت من هنا. فده التمبرتشر سكيلز اللي بتستخدم. وهنا شايفين ادي comparison of magnitudes of various temperature units. ال 1 كلفن قد ال 1 degree centigrade قد 1.8 رانكن قد 1.8 فارنهايت. فالدلتا تي هنا بيساووا بعض، لكن الدلتا تي بتاعت السنتيجريد اكبر 1.8 مره من الدلتا تي بتاعت الفارنهايت. خلينا نبص على الاكزامبل ده موجود قدامنا. عندي heating process، التمبرتشر of a system عليت ب 10 ديجري سنتيجريد. Express this rise in temperature in Kelvin, Fahrenheit, Rank. فال 1 احنا قلنا ال 1 دلتا تي بالسنتيجريد بتساوي ال 1 دلتا تي بالكلفن على طول. كويس؟ فإذا دي بتساوي 10 كلفن. تمام؟ طيب ال 1 دلتا تي بالفرنهايت بتساوي 1.8 دلتا تي بالسنتيجريد، يبقى اذا دي بتساوي هضرب في 1.8 بتساوي 18 ديجري فارنهايت، وبرده بتساوي 18 رانكن. وده اللي موجود هنا في الحل في الكتاب 10 18 18.